عزيزة انت لسه صاحية؟ كنت مستنياك. ايه اللي اخرك لغاية دلوقتي؟ كان عندي شغل. طب اتفضل العشاء جاهز. لا انا اكلت خلاص اتعشي. انت ماليش نفس. سلامتك. اسم الله عليك. لما اجيب لك كوباية مية. سعبدو. سلامتك يا سعبدو. مالك؟ عاوز انام. طب خد اشرب بق مية عشان الزغطة اللي عندك تروح. شمسيتي انت شارب خمرة؟ يوه ومحضر التحقيق. ايوه شارب زفت. شارب علشان انسى ان بقالنا 15 سنة متجوزين بوزي ببوزك. لا ولد ولا بنت يملوا علينا البيت. هو ده شيء بايدي ساعدته. يبقى من هنا ورايح مالكيش دعوة باللي بعمله. اشرب زفت ما اشربش مالكيش دعوة. واسيب الناس تتمهزق بيك؟ لا ده حتى يبقى حرام عليا. اذا كان اللي حيلمك الخلفة يبقى احسن لك تتجوز. اتجوز؟ ايوه احسن ما الناس تضحك عليك. ولا تزعليش يا عزيزة. محدش يزعل من شرع ربنا. اللي زعلني ان اشوفك بتصغر في عين الناس وانت طول عمرك سيد الناس. اصيلة يا عزيزة سامحيني حقك علي غصب عني يا عزيزة. نفسي يبقى لي ولد. ولد يحمل اسمي وافتخر بيه في وسط الناس. اتجوز يا سعد. ربنا ناولك اللي في بالك. على كل حال ده لو حصل هتفضلي في عينيا من جوه. ده انت الخير والبركة وش السعد والهنا عليا. وانا الطالين امين. مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيكم. سبحان الله. كنا في جرة وطلعنا لبره. ترمس ده ايه؟ ده انت مقامك فوزدو. نفسي رايحة عليه. نعم يا اختي. هتعرف بعد 9 اشهر. بتكلمي جد؟ امال بهزر. سرك يا ابو العباس. حاول العربية دي كلها هنا.